بيقول حينما صعد السيد المسيح بناسوته هل ما زال يحتفظ به حتى الآن؟ أعتقد هذا، لأن أيضا بعد صعوده احتفظ بلقب ابن الإنسان، وفي ظهوره ليوحنا الرائي كان له شكل إنسان ولكن ممجد وقوي. ويوحنا الرائي في سفر الرؤيا بيقول أبصرت خروف مذبوح أو كأنه مذبوح، فبرضه دي عن الناسوت بتاعه.